شيخ عبد الله، لو تسمح لي أنا قبل هذا في نقطة مهمة يعني لازم الإشارة إليها، وأشار إليها الدكتور محمود، ولكن لزاما علي أن نأكد عليها. مسألة دار الإفتاء أو المشايخ في دار الإفتاء والعلماء ليس اهتمامهم يعني بأن هذا الأمر هو اختصاص أصيل لدار الإفتاء وحبا في هذا الاختصاص، وإنما من شعورهم بأهمية هذا الأمر وأنه حكم شرعي. لازم يعرف المواطن الكريم بأن هذا حكم الله عز وجل، وحكم الله عز وجل ينبغي أن يؤخذ من بابه، ينبغي أن يؤخذ من منبعه. إحنا شعورنا بشعائر الله عز وجل وتعظيم هذه الشعائر وأن هذا الأمر كلف به العلماء هو اللي خلانا حريصين ببيان الحق وبيان حكم الله عز وجل فيه، وهذا اللي خلانا احنا الان يعني نتكلم ومتضايقين من هذا. احنا لا نريد ان نرجع بالمجتمع الليبي الى مساله التسعينيات والثمانينات وهو رجل واحد فقط هو الذي يفتي، وهو الذي يتكلم في الهندسه، وهو الذي يتكلم في الطب، يخرج عند الساعه الثانيه ليلا ويقول للناس صيموا، وبعدين ممكن يقول لهم الساعه 2 لا ما صارش افطروا. هذا الامر دين، ينبغي على الشعب الليبي والمجتمع الليبي أن يعلم بأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على شيء حتى ينظر حكم الله فيه. ومن هو الذي يستطيع أن ينظر في حكم الله عز وجل؟ هم المشايخ والعلماء. هذه نقطة مهمة حبيت أن أنبه عليها الشيخ عبد الله.